السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في القناة في فيديو جديد. اليوم 10 أود 2021، أتمنى تكونوا كاع بخير. هذا الفيديو خاص بأسعار العملات في السوق الجزائرية. الفرنك السويسري 18800 عند الشراء، 19200 عند البيع. اليوان الصيني 2300 عند الشراء، 2600 عند البيع. أما الدينار التونسي 6000 عند الشراء، 6300 عند البيع. الجنيه المصري 850 عند الشراء، 1000 عند البيع. أما الدرهم المغربي 1500 عند الشراء، 1700 عند البيع. الدرهم الإماراتي 4400 عند الشراء، 4600 عند البيع. الجنيه الاسترليني اليوم 23400 عند الشراء، 23700 عند البيع. الليرة التركية 2000 عند الشراء، 2300 عند البيع. أما الريال السعودي 4400 عند الشراء، 4600 عند البيع. الدولار الكندي اليوم 13300 عند الشراء، 13600 عند البيع. الدولار الأمريكي اليوم 17600 عند الشراء، 17900 عند البيع. سعر الأورو اليوم 20900 عند الشراء، 21100 عند البيع. إلى هنا نأتي إلى نهاية الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك لنستمر. سلام.